مرحبا، انا اجي نوريك كيفاش من 4 د العبايات خرجت 11 العبايه. نبداو باول ستايل، هو هذا جاي دو بياس خديتو فهاد اللوين بريسيزامون حيت جاي الربيع، وانتم عارفين هاد الالوان كيجيو فنين دابا، مريح للعين وشي حاجه اللي هادئه وتماشى مع رمضان. الموديل الثاني ما مختلفش بزاف، غير هو كتقدروا تجمعوا بهذيك الطريقه الوسط، كيجي فن خصوصا البنات اللي هكا سميمرات غيجيهم غزال 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 بزاف. نتوما عارفين الالوان اللي مفتوحه كيجيو زوينين مع البنات اللي سمرين وحتى البيضين، وتقدروا ديروا بهذه الطريقه تحزموه من الفوق، كتجي تاهي زوينه والستيل وكتبانوا اختلفتوا في البيسه. ودابا ندوزو الى جاتنا شي عراضه في الليل هكا من مورا الفطور، فتقدروا تلبسوا هذا الستيل هذا كيجي زوين وشيك وديال لي سواغي، تقدروا تلبسوا كل شيء نوار كيف ما تقدروا تدخلوا نفس اللون اللي داخل في العبايه. والستيل الرابع اللي حمقني بزاف هذا لا بيرفيكسيون، ستيلي غادي يجي مع اي بنت سواء كنتي بيضه ولا سمراء ولا حنطيه، تقدروا تلبسوه في اي مناسبه الصراحه، سواء كنتو معروضين الفطور ولا من مورا الفطور. ملي كنقولوا لحيت بنات كنقولوا لي زاستوسكم، استوس كندير ديما كناخذ لتحت ديال اي عبايه اللي كتكون دو بياس وكنلبسو مع كاع الفوق ديال العبايات الاخرين اللي عندي، وهكا نستافد من بزاف ديال البيسات بنفس القطعه. روحي رحمه ربي بدون حساب، اقبل قمرك بعد غياب للجنه فتحت. كنتكم في الاول ديال الفيديو، من 4 ديال العبايات خرجنا 11 عبايه. كنتمنى تعجبكم الفيديو، بارطاجيوه مع صحاباتكم باش يستافدوا، وغنخلي لكم حتى لاباج مي خديتهم تحت الفيديو.